نحب نوجه تحية لكل الزملاء اللي البارح مشاو المجلس النواب واللي طالبوا بحقهم في التغطية بحق المواطن في أنه يعرف شنو اللي صاير في قبة البرلمان. تحية للناس اللي تحملت البارح ضغط، تحملت الشمس، تحملت كل الظروف باش تدافع على حقها في المعلومة، في حقها في حرية العمل الصحفي، وتدافع على حق المواطن بالأساس في أنه يعرف شنو صاير في مؤسسات الدولة على اختلافها. تحية أيضا للزملاء حتى اللي خدموا البارح في البرلمان من وسائل الإعلام العمومي واللي تضامنوا مع زملائهم واللي كانت تغطيتهم مركزة على منع زملائهم من الدخول للبرلمان. اليوم للأسف احنا في وضع اختير، وين حرية التعبير قاعدة تتآكل شيئا فشيئا، حرية الإعلام يقع الارتداد عليها في كل مناسبة. ما نجموش نحكيه على اللي صار البارح خارج سياق عام. سياق عام اليوم تقريبا 4 سنين رئاسة الجمهورية كصحفيين ممنوعين من الدخول لها في أي ندوة صحفية ولا أي نشاط إعلامي. كيف رئاسة الحكومة نفس الشيء. اليوم منذ تولت الحكومة الحالية مهامها ما فماش حتى خطاب للشعب التونسي، ما فماش حتى لقاء مع وسائل الإعلام، وما فماش حتى مواجهة لأسئلة الصحفيين واللي هي أسئلة المواطنين اللي يطرحوا فيها. وللأسف البارح كانت فما رسالة جديدة من يعني سلطة جديدة اللي هي السلطة التشريعية أو الوظيفة التشريعية كما هم يحبوا يسميوها، اللي هي زادة منع الصحافة من أن تكون موجودة وتقوم بدورها وتقوم بعملها بكل حرية. اللي صار البارح ما هوش فقط اعتداء على الصحافة وعلى حق المواطن في الإعلام. اللي صار البارح اعتداء على صورة تونس، لأنه في عوض يكون الخبر البارح انطلاق أشغال البرلمان الجديد أصبح الخبر الرئيسي هو منع الصحفيين من التغطية. باش نكون واضحين زملاء، مكتب النقابة يعتبر أنه اللي صار البارح فضيحة وجريمة ارتكبت في حق تونس من قبل النواب هذوما. لكن المعركة الكبيرة بالنسبة لنا هي في النظام الداخلي للبرلمان، لأنه باش يحدد بصفة واضحة طبيعة علاقة هذا البرلمان الجديد مع الصحافة. شفنا في النظام الداخلي للبرلمان السابق الكثير من الإخلالات اللي تم استغلالها في مراحل متعدة من أجل ضرب حرية العمل الصحفي خاصة في بعض اللجان. اليوم هذاك علاش نعتبره أنه النظام الداخلي هذايا يلزم يدارك الأخطاء السابقة، مش يجينا بكارثة جديدة، مش يجينا بعقلية الانتقام من الصحفيين أو ضرب حرية الصحافة. وعلاش نعتبره زادة أنه المعركة هذه مصيرية؟ لأنه لحظة خلينا نكمل محمد، لأنه المعركة هذه لأنه إذا كانوا البرلمان باش يضيق لأنه إذا كانوا البرلمان باش يضيق على حرية التعبير في النظام الداخلي، هذا باش يكون مؤشر على باقي القوانين اللي باش يصنهم اللي متعلقة بحرية التعبير. بالتالي اليوم هذاك علاش قلنا أنه ندعو الزملاء اللي باش يشتغلوا في المجلس، ومن المفروض أنه باش يكون مسموح الدخول لكل الصحفيين في المرحلة القادمة للبرلمان، باش يحملوا الشارة مش احتجاجا على اليوم الافتتاحي فقط، وإنما للتأكيد على استعداد الصحافة التونسية للنضال من أجل احترام حرية العمل الصحفي في البرلمان في النظام الداخلي قبل المصادقة عليه. وبالتالي باش تكون هذه خطوة في المعركة الأولى، إما باش تكون علاقتنا مع البرلمان الجديد واضحة ومحددة بالقانون الذي يحترم حرية العمل الصحفي، وإلا رانا من وقتها نعتبر أنفسنا داخلين في معركة مع البرلمان هذايا إذا اعتمد نظام داخلي يضيق على حرية الإعلام. أنا نحب نقول إن رو التضامن الصحفي تضامن ما هوش ببيانات أو بقرارات من النقابة الوطنية للصحفيين. التضامن الصحفي هو تضامن يبدأ فينا احنا. بكل أسف أمس شفنا إن هو رو التضامن الصحفي اللي ما بيناتنا كان منقوصا، وأنا تفاجأت من الصحفيين الموجودين في وسط المجلس إنهم هم ما عملوش المنع موضوع.
ما كانش التصريح أو المباشرة المباشرة يعني البث المباشر اللي موجود في التلفزة موضوعة هو منع الصحفيين وجعل الجلسة الأولى الافتتاحية لمجلس نواب الشعب مختصرة على الإعلام العمومي. رو التضامن هو حركة لا إرادية جيك مباشرة أو بطريقة ماكش أنت تحضر لها. اللي متضامن راهو باش يبقى متضامن، اللي وسط الكور متاعنا هذا اللي هو الصحافة والإعلام راهو متضامن باش يبقى متضامن. أنا اليوم كي نشوف الكاميراوات اللي موجودة لهنا المفروض إنها هي الكاميراوات هذيك هي نفسها كانت أمس وسط مجلس نواب الشعب، لكن للأسف هو ما كانوش موجودين. فبالتالي أنا نشوف إن هو المقاطعة راهي ماهياش حل المقاطعة. العمل الصحفي سلاحنا في دينا راهو مجلس نواب الشعب كي تغيبه من وسائل الإعلام راك ماكش تخدم في حتى شيء، راك تنجم هما هذاك الهدف نتاعهم إن هما يغيبوا، إن هما ما يكونش عندهم صورة تعكس حقيقتهم. فبالتالي أنا نشوف إن إحنا راهو سلاحنا في دينا، راهو المقاطعة ماهيش باش تجيب لنا حتى شيء وإحنا جربناها راهو قبل. راهو احنا اليوم رئيس الجمهورية انقطعنا، رئيس الجمهورية في حد ذاته اللي هو اعلى سلطة عندنا يبث عبر صفحته بالفيسبوك، عليه قطعناه؟ ما قطعناش. علاش؟ على خاطرنا احنا صحفيين قاعدين نقدموا في مادة صحفية نحاولوا انها تكون متوازنة، نحاولوا ان احنا نقدموا مادة صحفية تفي بالحق في المعلومة. هذا يا هو على غالب احنا اليوم امام سلطة سياستها المنع. فبالتالي يلزمنا زادة احنا نتحضروا، مش وراوش معناها حرب، اي احنا في حرب واحنا رانا مازلنا باش نتمنعوا ومازلنا باش يتم اقصاعنا ومازال باش يتم التنكيل بينا والتحريض علينا، واليوم قاعدين يشوفوا فيه هذا. فبالتالي يلزمنا ناخذ زادة بعين الاعتبار ان هي النقابة الوطنية للصحفيين هي تمثيلية عن كل الصحفيين المتواجدين هنا. راني انا امس ماشي للمجلس تمنعت هاني عضو مكتب تنفيذي. فبالتالي راهو سلاحنا في دينا. ياسين البحري عضو المكتب التنفيذي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم صارت ندوة صحفية فيما يخص اللي صار البارح من منع للصحفيين والمصورين الصحفيين من دخول مجلس نواب الشعب في الجلسة الافتتاحية الأولى، كنت تعطينا رأيك وأهم ما جاء في هذه الندوة. هو اللي صار البارح هو فضيحة بأتم معنى الكلمة. ما فماش علاش باش يمنع أي صحفي وأي مصور صحفي وأي وسيلة إعلامية للدخول للتغطية الجلسة العامة ولا الجلسة العادية. يعني نحن الممارسات هذه خلناها يعني ما عادش باش نرجعوا لهم الممارسات هذه، ورينا في المجلس النيابي السابق كيفاش صارت منع زملاء من بعض القنوات ولا من بعض المؤسسات من تغطية حتى في الجلسات داخل المجلس. نعرفوا الناس الكل شنو اللي صار، يعني حتى في عملنا يعني مع النقابة الوطنية صحفيين وصحفيين صارت مقاطعات لبعض الأحزاب اللي هي ورات عداء للصحفيين وللصحافة. هذاك علاش نحن البارح قلنا هو نحن توا في برلمان جديد وفما يعني علاقة جديدة مع الصحفيين. لقينا تفاجأنا خاطر البارح فما ناس دخلت وفما ناس ما دخلتش. اما اسكو نحن قاعدين نقسموا الاعلام انه هو اللي يدخل والاعلام اللي ما يدخلش؟ هذا راهو خطا وهذا ما خدمش صوره تونس صوره المجلس. نشوفوا في المؤسسات العالميه اللي انتظرت باش يكون الجلسه العامه تكون موجودة ويحكيوا عليها إيجابيا أما تحكي عليها سلبيا، وهذا ما خدمش البلاد. بالنسبة للزملاء اللي خدموا البارح داخل المجلس اللي هو الإعلام العمومي باستثناء سنيب لا بريس اللي هي إعلام عمومي أما صحافة مكتوبة زادة كانت مستثنية من الدخول، حتى حد ما قالنا علاش إلا بعض النواب منهم النائبة فاطمة المسدي اللي هي قالت بصريح العبارة اللي هي قرار اخذوها بعض النواب وكان يعني في توافق وعملت زادة عملية تحريض على الزملاء اللي عاملين في المؤسسات الخاصة الوطنية والجمعياتية والعالمية اللي هما ما همش. لو تسمح خلينا نذكره في النقطة هذه بالتحديد انه فضيحة كبرى انه مجموعة من النواب ما زالوا ما اصبحوش نواب لانهم ما زالوا ما اداوش القسم وياخذوا في قرارات بمنع الصحفيين من دخول البرلمان. هذا هو نقطة الاستفهام الكبيرة، يعني ما زالوا ما خذوش الصفة النيابية وخسر القرار.
هذاك علاش يعني كتوجهنا لبعض النواب يعني بصفتنا نحن نخدموا كنا غاديك في التغطية الإعلامية يعني سهلنا للنواب اللي كانوا موجودين البعض منهم تفاجأ في القرار هذايا اللي هما قالوا ما كنيش في بالنا. القرار هذايا راهو قرار خاطئ وقرار يعني بالحق قرار خايب برشا مس من صورة النواب وصورة المجلس المؤسسة البرلمانية. الإشكالية اللي كان فما حاجة قاعدة تحاك ضد الإعلام لازمنا نعرفوها نحن كصحفيين كيف في علاقتنا يعني مستقبليا يعني كيفاش باش تصير يعني كان من توا نحن في جلسة العام الافتتاحية صار هكا يعني في مستقبل الجلسات كيفاش باش تصير. هذاك علاش نحن ننتظروا التفاعل الإيجابي باش نشوفوه في النظام الداخلي وفي تعامل النواب ومؤسسة البرلمانية مع الإعلام. في مكالمتنا اليوم الصباح مع رئيس البرلمان اللي هو قال فما تمئنات من كلامه وفما حاجات إيجابية اللي قال راه أنا مع فتح الإعلاميين والصحفيين الكل ما فماش تمييز ما بين الصحافة هذية والصحافة هذية والمؤسسات هذية والمؤسسات الإعلامية ما فماش تقسيم وما فماش إفراز. دونك نحن ننتظر التفاعل هذية على أرض الواقع كيفاش باش يكون. عبد الرؤوف بالي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. اليوم النقابة عملت ندوة صحفية فيما يخص الفضيحة اللي صارت البارح المتمثلة في منع الصحفيين من دخول مجلس نواب الشعب وفما تطورات جديدة كانت تحدثنا عليه. في البداية يعني من بين القرارات هو أولا أعداد مقترحات وتقديمها للجنة أعداد النظام الداخلي للبرلمان. المقترحات هذه باش تكون نتيجة يعني أو خلاصة تجربة يعني سنوات من العمل الصحفي داخل البرلمان، العمل الصحفي الحر طبعا داخل البرلمان. كذلك أعداد قائمة في النواب اللي رفضوا حرية التعبير داخل البرلمان ورفضوا السماح بحرية العمل الصحفي داخل البرلمان، واللي كانوا هم المتسببين في عملية المنع اللي شدناها أمس. كذلك يعني أكدنا على إكبارنا للعديد من المواقف اللي صدرت على عدد من النواب وعلى خاصة رئيس المجلس اللي رفض، طبعا هو تم انتخابه بعد الجلسة الفضيحة، لكن أكد أنه يرفض عملية المنع هذه، وباش يكون عندنا لقاء معه عن قريب للتأكيد على ضرورة يعني احترام العمل الصحفي داخل البرلمان. كذلك يعني باش إلى جانب المقترحات اللي باش نقدموها من لجنة النظام الداخلي، منذ يعني الشروع في مناقشة النظام الداخلي في الجلسة العامة باش الصحفيين العاملين في البرلمان باش يحملوا الشارة الحمراء للتعبير على تمسكهم بمقترحاتهم وبحرية العمل الصحفي في البرلمان. طبعا في انتظار تمرير هذا النظام الداخلي وفي انتظار ونتمنوا انه يحترم حق العمل الصحفي واللي باش يكرس حرية التعبير في البرلمان. إذا جاء يعني بصورة مغايرة طبعا باش تكون فما خطوات أخرى تصعيدية، لأنه إذا النظام الداخلي هذايا منع العمل الصحفي داخل البرلمان باش يكون إعلان يعني معركة مع نقابة الصحفيين ومع كل أنصار الحرية في البلاد هذايا، لأنه مش معقول اليوم أنه المواطن التونسي باش يقبل أنه البرلمان يولي يتحول إلى غرفة مظلمة ما يعرف عليه حتى شيء، تتعدى كل الصفقات من غير ما يسمع عليه حتى شيء. أنتم شفتوا كيفاش البرلمانات السابقة كل الصفقات اللي تم عقدها من قبل نواب أو كتل كانت الصحافة هي السبب الأول للكشف عليها، وكانت الصحافة هي السبب الأول في التصدي لتلك المؤامرات. شفتوا متاع الفضاءات التجارية الكبرى، شفتوا متاع لفسيار وغيرها يعني من الصفقات اللي حاولوا تمريرها، لكن الصحافة في النهاية اللي كانت تعمل بحرية في البرلمان هي اللي تصدت لتلك الصفقات. بالتالي اليوم أي طرف يحاول يمنع حرية الصحافة في البرلمان فهو يعني يخطط لاستغلال البرلمان في أغراض شخصية أو حزبية أو فئوية مثل ما كنا نشهده سابقا. عبد الرؤوف، يعني مع كل احترامنا لكل قرارات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الآن ابتعد قليلا عن صفتك النقابية، الآن نسأل في رؤوف الصحفي، هل تعتبر هذه القرارات اللي صادرة اليوم يعني كافية؟ خاصة طبعا احنا كصحفيين ضد المقاطعة وهذه حاجة متفاهمين فيها، لكن كان من الأجدر أن يكون
يكون فما حتى نوع من الاعتذار للصحفيين والمصورين اللي بقاو البارح في حالة مهينة أو في صورة مهينة قدام العالم الكل؟ طبعا نحن طلبنا بالاعتذار، لكن السلطة التنفيذية هذه عمرها ما تعتذر، ورئاسة الجمهورية عمرها ما يبش تعتذر، لأنه أنت تشوف رانا اليوم نمشوا في معناها على المسامر. معنى عندك رئيس جمهورية معادي لحرية التعبير، معادي للصحافة التونسية، يرفض التعامل مع الصحافة التونسية. عندك كيف نفس الشيء، وزارة الداخلية سلوكها متقلب مع وسائل الإعلام. انت شفت تصريح وزير الداخلية الأخير، يعني كارثة. كان من المفروض يعتذر للشعب التونسي على التصريح هذاك. هذاك علاش نعرفوا الدولة هذه ما تعتذرش، الدولة هذه ديما ماشية، حتى تخطأ ديما معناها تكمل طول. وهذا من خلال طبعا تجربتنا والأمثلة العديدة على الانتهاكات اللي قاموا بها، سواء في حق الصحفيين أو حتى باقي المواطنين. اليوم بالنسبة لنا ما حاجتناش باعتذار. النقطة الأساسية اللي باش نشتغلوا عليها كصحفيين توانسة ويلزمنا نشتغلوا عليها هي النظام الداخلي. لأنه إذا النظام الداخلي تاع البرلمان ضمن لك حرية العمل الصحفي في البرلمان، نولوا نعتبروها الجلسة الافتتاحية هذيك نقطة سوداء وطويت الصفحة، ولكن القانون اليوم يكرس العمل الصحفي داخل البرلمان ولا يكون معناه بشكل حر. إذا النظام الداخلي رفض معناها تمكين الصحفيين من حرية العمل داخل البرلمان، غادي باش تولي عندنا مشكلة كبيرة ياسر. وقتها يولوا سكروا المجلس وحولوه كما قلت لك الى غرفه مظلمه. بالتالي اليوم هذاك علاش مكتب نقابه الصحفيين راهو كنا اكدنا منذ مده انه السلطه هذه ماذا بها رانا نقاطعوا ونضربوا وكل شيء، ما تحب وسائل العالم كلها تسكر، هي ماذا بها تحب تبقى صفحه فيسبوك نتاع رئيس الجمهوريه وعندها صفحه فيسبوك نتاع البرلمان والصفحات نتاع الوزارات، هذوك هم وسائل العالم بالنسبه لهم، لانه في الصفحات حد ما يسالهم وما همش مطالبين باش يجاوب على حتى حد. لكن وقت ما يولي صحفي قدامك انت مطالب باش تجاوب على اسئلته اللي هي في النهايه اسئله المواطن، هذا اللي يهربوا منه. لكن نحن وراهم مانيش باش نضربوا ومانيش باش نوقفوا العمل ومانيش باش نقاطعوا، بل بالعكس باش نشتغلوا. كل من احسن سنقول له احسنت، وكل من اخطا سنقول له اخطات مهما كلفنا ذلك.